وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة مرة أخيرة مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا ريام. شكرا أميرة. مشاهدينا توقعات خبراء الطقس من طبيعة هواء وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالي وشمال الصعيد. حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف على أول النهار أو أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد. حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. محافظة القاهرة العظمى فيها 32، الصغرى فيها 23، الإسكندرية 29، 21، مطروح 27، 19، بورسعيد 29، 22، والإسماعيلية 33، 22، محافظة السويس 32، 23، العريش 30، 24، طابة 28، 21، شرم الشيخ 34، 25، الغردقة 34، 23، محافظة الأقصر العظمى فيها 37، الصغرى فيها 22، أسوان 38، 23، الوادي الجديد 34، 20، شلاتين 34، 24، أما حلايب 32، 24. ولن نستعرض هو وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابعكم.